هذا ما خلفه الاعتداء الاثم من قبل مستوطن حاقد على كنيسه حبس المسيح في البلده القديمه بالقدس المحتله حيث دمر مجموعه من محتويات الكنيسه بمطرقه حديديه المستوطن حاول الاعتداء بالمطرقه على حارس الكنيسه ماجد الرشق قبل ان يسيطر عليه كان في اكم من جروب هون الصبح وإجا واحد يهودي متطرف مستوطن دخل على قلب الكنيسه حامل شنطه على ظهره ودخل طلع شبط فوق على المجسم المسيح وكان معه شكوش بلش يكسر في المجسم سمعت الصوت رحت بسرعه حاول يزين أوليتها بالشكوش مسكته من اجري ونزلته من فوق في كان معه الشنطه حاول يفتح الشنطه بس شو طول منها مسكناه ويعني ثبتناه واجت اجوا الخوارنا واجوا اللي كانوا موجودين هون واتصلوا بالبوليس الشرطه واجت الشرطه اخذته وكعادتها ادعت شرطه الاحتلال ان منفذ الاعتداء على الكنيسه سائح اجنبي وانه مختل عقليا وهو ما نفاه حارس الكنيسه الذي اكد ان هذا الاعتداء ليس الاول للمستوطنين على هذا المكان المقدس مش اول مره احنا هون دائما بنعاني بتفوا علينا وبسبوا علينا وعده مرات شكينا للشرطه اليهود المستوطن اللي كان حاط على راسه الطاقيه ولابس اواعي المتدينين المستوطنين انا شفته اكثر من مره في هذا المكان بروح بيجي هو المستوطنين دائما هون مش اول مره من له فتره يعني يمكن من ثلاث اربع اشهر انا بشوفه رايح جاي بهذا المكان وهكذا تستمر اعتداءات المستوطنين على الاماكن المقدسه الاسلاميه والمسيحيه دون حساب مكررين جرائمهم العنصريه الارهابيه على الاماكن المقدسه مخلفين الدمار والخراب في ظل الحكومه الاسرائيليه اليمينيه تم تسجيل ارتفاع في وتيره الاعتداءات الارهابيه للمستوطنين على الاماكن المقدسه الاسلاميه والمسيحيه في القدس المحتله لا نكامله القدس